مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الملفات الاقتصادية. الملفات التي سنطرحها في حلقة اليوم: بعد نجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الأخيرة، كيف سيؤثر ذلك على شكل ومستقبل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل؟ وهل ستحظى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة بنسيب أفضل من العلاقات السياسية والدبلوماسية المتوترة بين البلدين؟ الجنوب المشتعل، الطائرات والبالونات الحارقة باتت أكثر الأحداث المؤرقة للجانب الإسرائيلي على الصعيد الأمني والاقتصادي. آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية كبدت المزارعين والحكومة الإسرائيلية خسائر تقدر بملايين الدولارات. فكيف ستعمل الحكومة الإسرائيلية على ردء النيران لتقليص أرقام الخسائر المادية؟ على الرغم من الأوضاع السياسية المتوترة بين الحكومة التركية وإسرائيل والتراشق الإعلامي بينهما، تشهد الأوضاع الاقتصادية والتجارية بين البلدين تحسنا ملحوظا. وبعد تولي أردوغان ولاية جديدة، تبقى العلاقات الاقتصادية محط اهتمام وأنظار الحكومة الإسرائيلية. شهدت المعركة الانتخابية التركية تراشقا حادا في التهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والآن وبعد خروج أردوغان منتصرا من تحدي انتخابي تزامن مع مناخ اقتصادي صعب وفوزه بولاية ثانية في غاية الأهمية على المستويين السياسي والاقتصادي، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم والمنطقة السياسات الجديدة للرئيس التركي. ففوزه ليس شأنا تركيا خالصا لما تلعبه تركيا من أدوار إقليمية كبيرة في المنطقة، وخاصة مع إسرائيل التي تابعت عن كثب العملية الانتخابية في تركيا. على الرغم من الأوضاع السياسية والدبلوماسية المتوترة بين إسرائيل وتركيا، وذلك لما يتبناه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من موقف تجاه القضية الفلسطينية والقدس، يرى محللون أن أردوغان ما زال متمسكا بالعلاقات الاقتصادية التجارية بين بلاده وإسرائيل، واعتبروا فوزه فرصة لتحسين العلاقات لعدم ميل أردوغان لإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل رغم تهديده بذلك. وبحسب معهد التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلي، تشير الأرقام إلى أن حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل وتركيا بلغ 4.3 مليارات دولار في عام 2017. هذا ما يؤشر إلى زيادة بنسبة 11% عن العام السابق بعد عدة سنوات من الانخفاض. كما وتقدر الصادرات التركية بنحو ما يقارب 3 مليارات دولار مقابل 1.5 مليار دولار واردات من إسرائيل. أرقام الاقتصاد أم أرقام السياسة؟ أيهما سيكون الرقم الصعب في معادلة العلاقة التركية الإسرائيلية؟ وللحديث حول هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد هاني مرزوق، رئيس قسم رفيع بموضوع الإعلام في مكتب رئيس الحكومة. أهلا بك. أهلا بك. كيف سيؤثر انتخاب رجب طيب أردوغان لفترة رئاسة أخرى على العلاقات الإسرائيلية التركية بشكل عام، خاصة أن هناك من يقول تصريحات قاسية ضد إسرائيل مقابل عمل آخر في المعطيات الاقتصادية؟ يعني عمليا لابد من هذه النقطة بأن شبه بشرى بأن نزفها، بأننا لا نتوقع، وكما يقال ما أشبه البارحة بالأمس. نعم. بناء على الخلفية التاريخية للعلاقات، وعندما نقوم ليس فقط كجهة رسمية أيضا. نعم. كجهات بحث وأكاديمية وغيرها، إلى النظر بتسلسل أو بطبيعية هذه العلاقة منذ أن كان أردوغان سنة 2002 وتصريحاته النابية والقاسية أحيانا تجاه دولة إسرائيل، ونفحص لزاما مع هذا وبالتزامن المعطيات الاقتصادية ومجمل التبادل التجاري وطبيعة هذه العلاقة الاقتصادية وما هي المنتجات، كما يقال الشيطان بالتفاصيل. نرى بأن هنالك برزخ أو حاجز لربما ما بين الشق السياسي الأمني من جهة، ومن جهة أخرى التنمية وطبيعية العلاقة الاقتصادية. نعم، يعني يمكن أن نقول بأن هناك فرق كبير ما بين التصريحات وما بين ما يحدث بالتنفيذ على الأرض، خاصة نحن نتحدث عن دولة أكثر من 80 مليون نسمة، 860 مليار دولار مجمل الإنتاج السنوي. فيمكن أن إسرائيل لا تستطيع الاستغناء عن الاقتصاد التركي
التعاون التجاري. كما يقال بأن السحر بالعلاقة التبادل الاقتصادي بأن هنالك منفعة دائما أو ارتداد إيجابي للجانبين. نعم. فإذا أخذنا بعين الاعتبار الجانب الإسرائيلي من جهة وما يمكن أن بين هلالين أن يخسره الجانب الإسرائيلي وما نحن كحكومة نربو إليه هو جدا مشابه للتطلعات الاقتصادية لرجب طيب أردوغان وللحكومة التركية. الحكومة التركية اليوم كما تعلم حضرتكم كخبير كبير بالاقتصاد بأنها تولج الموضوع الاقتصادي أهمية ليست بأقل ضراوة وأهمية من الشق الأمني والاقتصادي. وإذا قمنا بعمليا بفحص العلاقة الاقتصادية من هذا المنظور لرأينا بأن تركيا كدولة بتنمية مستمرة وتتطلع إلى اقتصاد أكثر حر وإلى استثمارات أجنبية. صحيح بأن اليوم لإسرائيل ليست محطة عبور ربما من ناحية الاستراتيجية أو الأمنية كما كانت للفريق التركي نحو أوروبا ونحو اللوبيات اليهودية بالخارج، لكن مع هذا إسرائيل ذات دور محوري بالشرق الأوسط. نعم. وتتضافر وتتناغم السياسة الشرق أوسطية والعالمية على الاقتصاد. فدور تركيا الاقتصادي باختصار هو أيضا مرهون بالعلاقات الطبيعية مع دولة محورية كإسرائيل. هناك مصلحة متبادلة للبلدين. يعني دعنا نتحدث بلغة الأرقام، ما هو حجم التداول التجاري والاقتصادي بين إسرائيل وتركيا؟ بحسب البيانات الأخيرة للعام 2017، ومهم جدا الوقوف عند هذه النقطة، وهنا يعني كما يقال العلامة الفارقة أو مربط الفرس باللغة العامية، بأن الحجم التبادل 4.3 مليار بينما التصدير الإسرائيلي نحو تركيا العبور من جانبنا إليهم هو 1.4 مليار. يعني في إذا بنأخذ الميزان التجاري بنشوف أنه في أفضلية لتركيا، يعني الميزان التجاري هو لصالح تركيا. صحيح جدا، والأهم من ذلك بأن نوعية هذه العلاقة، يعني إذا أخذنا مثلا 75% من الصادرات الإسرائيلية نحو الجانب التركي هي تتعلق بال المواد الكيماوية، والأكثر المواد المتعلقة بتكرير النفط وبعملية تركيا ومشتقاته، يعني منتجات كل المشتقات الناتجة عن تفطير النفط وترتيبه وما شابه. فلذلك تركيا باتت شبه محطة لإسرائيل للعبور نحو الأسواق الغربية، وهذا يتزامن موضوع خط الغاز الذين نتحدث عنه وما شابه. وباقي 25% هي يعني تتعلق بمواضيع فرعية جدا، على سبيل المثال 8% أغذية ومواد طبية وما شابه ومواد كهربائية. هناك كثير من التعاون. يعني أنا شخصيا أسألك عن قضية معينة. أنا زرت تركيا قبل فترة وجيزة ولاحظت أن السياحة الإسرائيلية لتركيا في تراجع معين، ويعني خاصة شريحة الجماهير العربية في إسرائيل تسافر بشكل حر إلى تركيا، بينما السائح اليهودي يتخوف إلى حد ما من السفر إلى تركيا للنقاهة والاستجمام. عمليا أريد هنا أن أرجع قليلا ولو بعبارة نحو طبيعية العلاقات الاقتصادية وأن نمر خلالها إلى الموضوع السياحي. عندما كان هنالك تدني بحجم العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل وتركيا، لم يكن الأمر نتاجا من الشق السياسي وبين الخمول بالعلاقات أو التوترات الأمنية والسياسية، وكلنا نعرف بدون ذكر التفاصيل والسفراء وترجع السفراء والمندوبين وما شابه. هنالك كان عمليا تراجع بسوق النفط العالمية أثرت على التبادل الاقتصادي في خضم لربما المخاض السياسي والتراشقات والاتهامات المتبادلة. فيجب هنا أن ننظر إلى الأمر من ناحية أكثر بالتفاصيل. هنالك صحيح شبه تخوف، لكن إذا رأينا المعطيات وهنا يدخل أيضا موضوع السياسة العامة للدولة والسياسة الإقليمية وما شابه. هنالك كما تعلم مشروع السماء المفتوحة
وكل موضوع الطيران اللو كوست وغيره. أوكي. يعني في سنة عام لربما 2012 كان هنالك 4000 رحلة جوية من إسرائيل إلى تركيا، كان أكثر من 300,000 سائح إسرائيلي إلى تركيا. واليوم نتحدث عن رحلات، يعني أحيانا تركيا هي محطة عبور لدول أوروبا. أوكي. وليس سواح بمعنى أنهم سوف يمكثون، لكن اليوم نحن نتحدث عن 12,000 رحلة. وإذا نظرنا إلى معدل السواح الذين يمكثون، نحن نرى بأن ما بين 2016 و2017، رغم أن 2017 كانت صاخبة سياسيا، كان هنالك 30% ازدياد بعدد السياح. لربما، وهذه نقطة يجب لربما نقف عندها، كان هنالك أيضا عام 2017 ارتفاع حاد جدا إيجابي بمعدل السائحين العرب في إسرائيل. أوكي. لربما 70,000 إنسان عربي سافر عن طريق المطار في الليد، فلربما هذا ما أعطى هذا الزخم. مزبوط، ولكن هناك أيضا عقبات أمنية لسفر مجموعات معينة ومسافرين من إسرائيل إلى تركيا كما تعلم، من ناحية أمنية يعني هناك تحذير حتى أحيانا. ولكن أرى أن هناك كثير من التصريحات التي تبقى ضريبة كلامية، ممكن كل قيادة تقول ذلك للمواطنين، ولكن في نظرة للمستقبل لا يمكن الاستغناء عن التعاون الإسرائيلي التركي بما يتعلق كما ذكرت بمشروع الغاز من تركيا إلى باقي بلدان أوروبا في كثير من الأمور حتى الأمنية في تعاون معين. لذلك لنأخذ هذا الجانب. صحيح جدا، يعني بداية نريد أن ننوه بأن المستقبل التجاري لربما بين إسرائيل وتركيا لم يؤتى ثماره لغاية اليوم. نحن نتحدث بطريقة إيجابية، وبأن هنالك النقطة الأهم بأن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر أمنيا وسياسيا، وهذا أمر نجل له كلنا. ولكن اليوم على سبيل المثال، وأنت تعلم بأن إحدى أهم الميزات أو الشراكات الاقتصادية بين الدول هي عامل القرب الجغرافي، وإسرائيل لم تستنفذ لغاية اليوم لأسباب كلنا نعرفها، القوى الكامنة مع دول الجوار. يعني لبنان وسوريا شبه معدوم، بقي الأردن ومصر ونحن نعرف العقبات، فتركيا لعبت هذا الدور بناء على قربها من إسرائيل. وليس فقط، يعني إذا رأينا اليوم تركيا لا تصدر إلى الأردن من خلال سوريا، وببناء حيفا هنالك إذا على ما أظن بين 30 إلى 40 حاوية تأتي مع الرافعات التركية ومع الشاحنات التركية تعبر الأردن من خلال إسرائيل. أوكي. أنا حسب رأيي أنه يعني لنأخذ السؤال الأخير في هذا الموضوع، نقول كيف ترى مستقبلا مستقبل العلاقات بين إسرائيل وتركيا؟ هنا أريد أن أنوه بأن المستقبل العلاقات الإسرائيلية التركية هو منوط بالسياسة العالمية، وعندما نحن نرى بأن تركيا تلعب دور طامح بالشرق الأوسط وتريد بأن تستنفذ قواها الإقليمية، ونرى بالمجمل العام بأن الولايات المتحدة إسرائيل روسيا على تناغم، فأنا لا أرى أمور أمنية من شأن أن تعكر هذا المسار وأن تأخذ بالحياة الاقتصادية في ظل التوترات الأمنية التي نحن والجانب التركي سواء قمنا بإنشائها إلى شاطئ أقل آمن. فأنا أتوقع بأنها لن تكون هنالك ارتدادات سلبية، بالعكس تركيا تعرف هي الاقتصاد نمرة 17 بالعالم، بأن إسرائيل دولة عالمية لها اتفاقيات تحدثنا عنها هنا مع الهند ومع الصين، وإسرائيل ما زالت بمرحلة معينة نقطة عبور للاقتصاد وللأمن العالمي. فأنا أتوقع بأن الحجم الاقتصاد سوف يتزايد، وأيضا الأمن والسياسة سوف تتضافر بهذا المشوار. يعني يمكن أن نجمل بأن نقول أن لا يمكن الفصل التام بين السياسة والاقتصاد، ونرى أن من ناحية واحدة هناك توتر سياسي، هناك تصريحات من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والسيد رجب طيب أردوغان، ولكن العلاقات الاقتصادية مستمرة، التعاون صحيح. مستقبلا يمكن أن يكون مزدهر أكثر، وهذا طبعا يمكن أن يعني نشهد هذا المشهد. صحيح جدا، نحن نقول بأن وسبق وتحدثنا بالنسبة إلى الهند هنا عبركم بأن هنالك كان اتفاقيات
أمنية ألغيت، مع هذا اتفاقات اقتصادية أبرمت. فهذه الحنكة والقصوة السلاسة بالسياسة بأن تكون عملية تحييد لصالح الاقتصاد. نعم. السيد هاني مرزوق المسؤول عن الإعلام العربي في مكتب رئيس الحكومة، شكرا لك على هذه المشاركة. أهلا بك. شكرا لكم. آلاف الدنومات الزراعية وملايين الدولارات، أرقام مرشحة للتزايد طالما ستبقى الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة كما هي عليه الآن. فالطائرات الورقية والبالونات الحارقة وسيلة مقاومة فلسطينية جديدة، والتي تسببت بحرق آلاف الدنومات الزراعية، تضع الحكومة الإسرائيلية حائرة ما بين التخوفات الأمنية والخسائر المادية الفادحة. ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تقلق مضاجع الساسة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تشكل كابوسا يلقي بظلاله السوداء على مزارعي وساكني تلك المناطق، لما أحدثته هذه الطائرات من خسائر مالية ضخمة يخشى من تزايدها إذا ما تم وضع حد لها بشكل عاجل. إرهاب الحرائق كما وصفه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تسبب في أضرار اقتصادية فادحة قدرت بملايين الدولارات نتيجة احتراق آلاف الدنومات من الأراضي والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى نفوق عدد كبير من الدواجن والحيوانات بعد اشتعال المزارع بفعل البالونات والطائرات الحارقة، عدا عن إلحاق الضرر بالعديد من الممتلكات الخاصة بالسكان في تلك المناطق الحدودية مع القطاع، ما أثار غضب واستياء السكان والمزارعين، وما جعل الحكومة الإسرائيلية ترصد ميزانيات ضخمة لتعويضهم نتيجة الضغوطات المتكررة عليها ومطالبتها بوضع حد للوضع القائم. يبدو أن استخدام القوة من قبل إسرائيل في محاولة ردع مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لم ينجح تماماً، فالأرقام تشير إلى ازدياد أعداد هذه الطائرات الحارقة أسبوعياً ومعها مخاسر المزارعين الإسرائيليين في هذه المناطق. فهل سيهدأ الجنوب المشتعل وسيعود له خضرته؟ وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر سكايب السيد نبيل أرملي الخبير في الشؤون الاقتصادية. أهلا بك. كيف يمكن سيد نبيل أن نقرأ الوضع في غزة على خلفية هذه التطورات الأمنية الخطيرة، وكيف يؤثر ذلك على المشهد العام؟ يعني بداية يعني لابد الإشارة بأنه ما يحدث في قطاع غزة وموضوع الطائرات الورقية المشتعلة أو إرهاب الطائرات الورقية كما يسمونها في إسرائيل، يعني هو في نهاية المطاف نتيجة لسياسة أو إقرار اتخذته السلطة في منطقة غزة لتصعيد الوضع. عندما أدركت أن الحال في غزة لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه إزاء الصمت العالم والدولي تجاه معاناة الفلسطينيين في القطاع، بطبيعة الحال يعني الطائرات الورقية التي تم إطلاقها والقذائف الصاروخية الصغيرة التي تطلق من غزة، هناك يعني تأثير على منطقة محيط غزة، يعني على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بها، والأضرار الحرائق التي وصلت التي نجمت يعني نتيجة هذه النشاطات أو هذه الأفعال تقدر بملايين الشواطئ. نعم. يعني هناك حرائق، هناك أضرار للمشهد الطبيعي في المنطقة، للغابات والأحراش، آلاف الدنومات، وهناك أيضا حرائق لحقول الحنطة ولبيارات أو بساتين الأفوكادو ومواد أخرى ومعدات زراعية مختلفة. نعم. يعني ما وتم تصريح به أن المزارعين في منطقة غلاف غزة قدموا أكثر من 70 دعوة لتعويض. نعم. والتكلفة أو الأضرار، تكلفة الأضرار لم تحدد إلى الآن، ولكن هناك حديث يدور عن أضرار بحوالي 7 ملايين إلى 10 ملايين شاقل حتى هذه اللحظة، أضرار مباشرة يعني. نعم. للمزارعين. نعم. يعني السيد نبيل، لا يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع بدون أن نعود إلى الأوضاع الاقتصادية في غزة. يعني هناك حديث عن 44% بطالة، نحن نعلم أن هناك 2 مليون نسمة 80% منها تحت خط الفقر. يمكن أن هذا الحصار الاقتصادي وهذه الأوضاع المقلقة هي سبب في كل هذه التطورات؟ أكيد يعني هناك علاقة واضحة بين القضيتين.
أخي دكتور رمزي، يعني هناك شباب تهرب عمليا من غزة على قوارب مطاطية للوصول إلى شواطئ مصر والوصول إلى شواطئ أبعد إلى قبرص، مع العلم أن احتمالات نجاحهم في الوصول إلى مرسى الأمان ما يسمى هي شبه صفر. الأوضاع في غزة تدفع الناس إلى الانتحار عبر البحر في الخروج من خلال الخروج في رحلات هروب. الأوضاع في غزة تدفع الناس، يعني المستشفيات في غزة على شفا الانهيار. لا يمكن الحديث أصلا في غزة عن وضع اقتصادي، عن سوق، كل شيء منهار هناك. البطالة، عندما نتحدث عن بطالة تصل إلى 44%، هذا يعني التقدير المتفائل، هناك من يتحدث عن 50 و60% بطالة، هناك من يتحدث عن 80% كما ذكرت تحت خط الفقر. عن أي اقتصاد نتحدث؟ عن أي مجتمع نتحدث؟ ما يحدث في غزة، أي رد فعل يخرج من غزة تجاه إسرائيل أو تجاه أي مكان في العالم هو رد فعل لأوضاع مأساوية لا يمكن لأي مجتمع بشري تحملها كما تحملها الفلسطينيون حتى الآن. فلنكن يعني صريحين وصادقين مع أنفسنا في هذا الموضوع. ومعلوم أن كلما زاد الوضع أكثر، كلما زاد اليأس والبؤس أكثر في قطاع غزة، كلما كان رد الفعل أكثر عنفا وأكثر يأسا تجاه إسرائيل وتجاه أيضا يعني مصر الجارة أو تجاه أي جهة أخرى. نعم، يعني نسمع أحيانا أن هناك أمل معين بأن يكون إعادة إعمار لغزة. هناك من يتحدث عن قضية التنقيب عن الغاز مقابل سواحل غزة، الميناء الذي تحدثوا عنه في الأيام الأخيرة في قبرص، إمكانية إعطاء التنفس الاقتصادي والاجتماعي لأهل غزة كحل لهذه الأوضاع. كيف ترى هذه البرامج المطروحة؟ الحديث أخ رمزي، الحديث عن تحويل غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط يعني يعود إلى ما قبل أيامات أوسلو. إذا يعني كنت تذكر عندما كانوا يتحدثون عن غزة، أولا كانوا يتحدثون عن تحويل غزة من قطاع يعني بائس وتعيس إلى سنغافورة الشرق الأوسط. هذا الحديث يعني الغزيين شبعوا منه. ما هو مؤكد بأن الشعب الغزي يقع ضحية عمليا لصراعات بين السلطة في رام الله والسلطة في غزة، بين إسرائيل من جهة ومصر من جهة أخرى. هو ضحية لحالة سياسية وحالة إقليمية تضعه في آخر الاعتبارات، يعني من ناحية إنسانية ومن ناحية تطوير. إسرائيل تريد، تقول دائما أنها تريد أن تطور وأن تدخل إلى غزة الموارد. مصر كذلك، الأمر الخليج، الجميع يملك النوايا الطيبة لتطوير القطاع، ولكن بسبب الصراعات السياسية وبسبب حالة يعني الفوضى السياسية التي تعم المنطقة، الغزيين يدفعون الثمن ولا يتحركون قيد أنملة إلى الأمام، إنما فقط إلى الوراء. سيد نبيل، يعني إذا عدنا إلى الجانب الإسرائيلي، نرى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تواجه هذه الخسائر وهذه التطورات، ولكن الأكثر من يعني نرى أن التركيز على الموضوع الأمني وكيف يمكن مكافحة هذه البالونات وهذه الأدوات الحارقة. ولكن يعني هل ترى أن هناك أيضا عمل مقابل المواطنين الإسرائيليين، يعني لجعلهم في وضع أفضل من خلال هذه المخاوف والخسائر الاقتصادية والاجتماعية؟ يعني يجب ان نؤكد يعني بان الخسائر الاجتماعيه والاقتصاديه الناجمه عن الطائرات الورقيه الغزيه هي يعني خسائر بسيطه وطفيفه جدا. نتحدث يعني عن حرق الاف الدولارات بالفعل، هي ليست بسيطه بمعنى انها يعني هي تكلف ملايين الشواغل، ولكن بحسابات الدول وبحسابات الاقتصاد الاسرائيلي الحديث هو عن خسائر طفيفه يعني اقتصاديا. اجتماعيا ايضا التاثير يعني لا نرى الحياه في بئر السبع او في المدن والمستوطنات المحيطه بقطاع غزه، لا نراها مشلوله، يعني الحياه تستمر بشكل طبيعي، هناك جاهزيه لمنظومه اطفاء الحرائق في تلك المنطقه للتغلب على اي حريق قد ينجم او قد يعني نراه يحدث جراء هذه الطائرات الورقية. الخوف الأساسي لدى الحكومة الإسرائيلية هو من تأثير الحرائق أو من تأثير ما يحدث في غزة ومن غزة على الرأي العام. ومجرد يعني الناس في إسرائيل عندما يكون توتر أمني يتذكرون أن هناك يعني شعب 2 مليون إنسان يعيشون في على مرمى حجر
من الحدود الإسرائيلية يعيشون في ظروف اقتصادية يعني تعيسة جدا. الخطر الأكبر القادم من غزة بالنسبة للحكومة هو الرأي العام الإسرائيلي، وكيف الناس يتعاملون مع فشل الحكومة في تغيير الوضع وفي السيطرة على الوضع، وما قد يكون لذلك من يعني أبعاد وتأثيرات على التوجه العام للجمهور الإسرائيلي سياسيا في الفترة المقبلة. نعم، يعني أخ نبيل، أستاذ نبيل، أشكرك على هذه المشاركة، نأمل خيرا بما يتعلق بأوضاع غزة. يعني من المعقول أن تكون هناك حلول سياسية أيضا وليس فقط حلول أمنية واقتصادية، لذلك نأمل أن يكون نوع من التحرك في عملية السلام وفي الحديث حول هذا الموضوع. شكرا لك وإلى اللقاء. بهذا نأتي لختام حلقة اليوم من الملفات الاقتصادية، ألقاكم في حلقة جديدة مع ملفات جديدة، إلى اللقاء.